أهلا بكم مشاهدينا من العاصمة السعودية رياض. أدان البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية العدوان على قطاع غزة ودعا إلى كسر الحصار. في الأثناء تتحفظ تونس على جملة من القرارات باستثناء ما يتعلق بوقف العدوان وإدخال المساعدات وفك الحصار عن كل فلسطين. التفاصيل في تقرير مفيد الماجد. في دورتها الاستثنائية وخلال أشغال تواصلت لساعات في العاصمة السعودية رياض، بحثت القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية سبل وقف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في كل من قطاع غزة والضفة الغربية. وتوصلت الأشغال إلى إصدار بيان ختامي تضمن 31 نقطة. وقد تحفظت تونس على كل ما ورد في قرار البيان الختامي باستثناء النقاط المتعلقة بالوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية فورا وفك الحصار على كل فلسطين. ومن النقاط التي تضمنها البيان الختامي إدانة جرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللا إنسانية التي يرتكبها المحتل ضد الشعب الفلسطيني والمطالبة بضرورة وقف هذا العدوان فورا، مع رفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة. كما أقرت أشغال القمة كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية تشمل الغذاء والدواء إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية وتأكيد دخولها إلى القطاع وحمايتها للقيام بدورها الإنساني. هذا إلى جانب إقرار وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى المحتل. كما تقرر وفق نص البيان مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم يلزم بفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، آخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في الشهر الماضي. كما طالبت القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية مجلس الأمن أيضا باتخاذ قرار فوري يدين تدمير المحتل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة وجميع ممارساته الإجرامية، كمنع إدخال الدواء والغذاء والوقود وقطع التيار الكهربائي. ومن النقاط الأخرى التي تضمنها بيان القمة العربية الإسلامية المشتركة أيضا هي مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، ترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وفد تونس المشارك في القمة. وبعد التذكير بموقف تونس الثابت الداعم للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة، شدد نبيل عمار على أن الوضع الدقيق وبالغ الخطورة الذي يمر به الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة يستوجب من القمة التركيز حصرا على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية للشعب الفلسطيني فورا ورفع الحصار المفروض عليه في قطاع غزة وفي كل فلسطين. واستنادا لما سبق، فقد تحفظت بلادنا على كل ما ورد في قرار القمة العربية والإسلامية المشتركة ما عدا العناصر الثلاث الآنفي ذكرها. نظمت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين مسيرة وطنية بالعاصمة تحت شعار إسنادا للمقاومة الفلسطينية ومطالبة بقانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني تنديدا بالمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب في حق الشعب الفلسطيني الأعزل. التقرير لعفيف أبو بكر. تنديدا بالمجازر التي ترتكب في حق أهالي قطاع غزة المحاصر والمتواصلة منذ 36 يوما، شارك طيف واسع من المنظمات والجمعيات الوطنية والأحزاب السياسية ومئات التونسيين في مسيرة وطنية انطلاقا من ساحة الجمهورية بالعاصمة، مسيرة رفع خلالها المشاركون شعارات مساندة لصمود المقاومة الفلسطينية وأخرى منددة بالعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة والمذابح الجماعية التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني الأعزل. نحن نندب بهذا الصمت الذي يعني نقول جريمة إنسانية، كنا في وثيقة توليه وكنا في
يعني القوانين الدوليه تمنع بمثل هذه الجرائم. البارحه شاهدنا كل العالم كيف يتم يعني استهداف مستشفيات تأوي جرحى وتأوي يعني ناس هربوا من القصف العشوائي اللي تمارسه الآلة العسكريه للكيان الصهيوني. هذا في الحقيقه عار على الإنسانيه. فما إبادة جماعية من أجل تغيير الخارطة الجيوسياسية للمنطقة هذه، وبالنسبة لنا احنا ما نجموش نسكتوا أمام الجرائم هذه، وباش نرفعوا قضايا للمحكمة العدل الدولية وأمام للمقررين الأمميين الخاصين بحقوق الإنسان واللي خاصين والمسؤولين عن المساواة وعن الحياة. بالنسبة لنا نحن هذا أقل حاجة نعملوها. نحب نوصلوا صوتنا ونقولوا زوز رسائل بطريقة برقية: أوقفوا الحرب وافتحوا المعابر برا وبحرا وجو. كما شجب المشاركون في هذه المسيرة التي شهدت حضور عدد من الطلبة والمناضلين الفلسطينيين، شجبوا صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الإبادة الجماعية، مطالبين بضرورة أن يكون الموقف العربي الرسمي متماهيا مع هبة الشعوب العربية المناصرة للقضية الفلسطينية. وكذلك اليوم تعقد الجامعة العربية دورة أخرى بعد الدورة الأولى التي كانت فاشلة، ودعوة هذه للأنظمة العربية أنها تكون بصوت وتعبر بصوت مرتفع وتشجب كل المواقف اللي تساند في الكيان الصهيوني أولا، وتتخذ إجراءات عملية لدعم المقاومة ودعم شعبنا في غزة. أولا رفع الحصار وكف إطلاق النار وارتكاب هذه المجازر، فتح معبر رفح، وكذلك دعم المقاومة ودعم الفلسطينيين. نحن لا نعول على هذه يعني القمم، هذه القمم قمم شكلية لا تعبر عن الشعوب العربية. هذه المعركة أسقطت كل الشعارات وكل إنسان، كل هذه الدول التي رافعين يافطات حقوق الإنسان والديمقراطية، وهؤلاء لا يمثلون الديمقراطية ولا حقوق الإنسان. واختتمت هذه المسيرة التي تأتي ضمن سلسلة تحركات شعبية في كامل البلاد التونسية رفضا لمجازر الكيان الصهيوني، اختتمت بوقفة احتجاجية أمام سفارة فرنسا بالعاصمة تنديدا بدعم السلطات الفرنسية للعدوان الصهيوني على قطاع غزة المحاصر. إلى موضوع آخر الآن يهم الشأن الاقتصادي الوطني. وفي إطار التصدي للممارسات الاحتكارية لبعض تجار المواد الغذائية للبيع بالتفصيل وبهدف ضمان تزود المواطن بالمواد الأساسية المدعمة، نظمت الإدارة الجهوية للتجارة بأريانا حملة مراقبة اقتصادية شملت عدة نقاط بمنطقة المنيهلة من ولاية أريانا، حملة وكبتها شيراز الخادمي. في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية ومراقبة المواد المدعمة لدى تجار المواد الغذائية بالتفصيل، نظمت الإدارة الجهوية للتجارة بولاية أريانا حملة مراقبة شملت عدة محلات للمواد الغذائية للبيع بالتفصيل في منطقة المنيهلة، حملة أسفرت عن تسجيل عدة مخالفات اقتصادية. تتمثل في إخفاء بضاعة يترتب عنها حجز للمواد اللي قاعد يخفي فيها التاجر والامتناع على البيع، معناتها السيد يبدأ عنده المادة هذه ويمتنع عن بيعها للحريف اللي باش يتقدم شي شراه، كيف ينجر عنه حجز للمواد اللي يمتنع عن بيعها. موجودة خطايا مالية وموجودة محجوزات. المحجوزات كيفاش يصير فيها قيمة المحجوز نقيموه احنا كإدارة، واللي ترتب عنه قيمة مالية يمشي السيد المخالف يصبها في الخزينة العامة للدولة في كلتا المخالفتين، في الإخفاء بضاعة وفي الامتناع عن البيع. ديما نعاود على المواد المدعمة، ديما تركيزنا ديما على المواد المدعمة. احنا نتصديو بالممارسات هذيا كجهاز مراقبة اقتصادية، ونحاولوا نوصلوا المواد الأساسية ذي للمواطن وللحريف. وإضافة إلى تجار بيع المواد الغذائية بالتفصيل، شملت حملة المراقبة نقاطا أخرى. مواصلة لعملية المراقبة اللي شملت العطارة معناتها تجار التفصيل للمواد الغذائية، احنا قمنا تحولنا إلى وحدة إنتاج لصناعة وتحويل الغلال لمشروبات لعصائر، قصد التثبت من شرعية استعمالها للسكر. ما تعرف أنت السكر مادة مدعمة. قمنا بالتثبت في فواتير الشراء، لازم يبدأ عنده كود فلوسيتي، ثبتنا فيهم لقيناهم رجلين. قمنا بالتثبت في فواتير شراء الغلال المجمدة، اتضح أنه عنده 3 كراذن من الموز ما عندوش فيهم فواتير شراء. قمنا بحجز كمية الموز كلها،
وحضرنا محضر حجز على عين المكان، تم استدعاء المعني بالأمر باش نحروا ضده محضر بحث. وتركز فرق المراقبة الاقتصادية على بعض النقاط السوداء بولاية أريانا من أجل ضمان إيصال المواد الأساسية المدعمة للمواطن ومحاربة الممارسات الاحتكارية لبعض التجار. أمنيا، انتظمت في عدة مناطق من ولاية الكاف حملة أمنية كبرى شاركت فيها مختلف التشكيلات، حملة الهدف منها السهر على راحة المواطن والتصدي لكل أشكال الجريمة. الروبورتاج لحسن الكريمي. تشكيلات أمنية مختلفة شاركت في هذه الحملة الأمنية المشتركة التي شملت عدة مناطق بولاية الكاف بهدف السهر على راحة المواطن والتصدي لكل أشكال الانفلات والجريمة وتجاوز القانون. الحملة طالت الانتصاب الفوضوي واحتلال الرصيف الذي تعمده بعض أصحاب المحلات، إضافة إلى التثبت في هوية بعض المشتبه بهم ومراقبة العربات على الطرقات لتسفر عن إيقاف عدد من الأشخاص المطلوبين للعدالة وحجز مبالغ مالية وأسلحة بيضاء وكميات من السلع والأقراص المخدرة، ولتجد بذلك صدى طيبا لدى المواطنين ومستعملي الطريق. بيس وإن شاء الله ديما كيفك، وديجا مش أول مرة في الكيف، فهمتني، عنا الأمن نصلي عنا بي عليه في الخدمة في كل شيء، وبلادنا بيها محلاها حس بالأمن وباستقرار، ويبدأ حتى كيدور ويحوس يبدأ متفرد مرتاح. معنا خطر الأمن راهو هو الكل، راهو إذا كان فما بلاد تتقدم راهو بالأمن نتاعها. وفي إطار التصدي للتهريب والإرهاب والاحتكار، نفذت الفرق الأمنية المختصة عددا من المداهمات، طالت بعض المنازل والمستودعات، إضافة إلى النقاط السوداء التي يتذمر منها المواطنون. استراتيجية وزارة الداخلية هي القيام بحملات مسترسلة، هذه هي إحدى الحملات، معناها احنا حملاتنا مسترسلة طيلة الأسبوع مختلفة في المكان وفي الزمان، قاعدين نرصدوا في الظواهر خاصة في محيط المعاهد متاعنا، نرصدوا في الظواهر هذه، فما نتائج إيجابية جدا أدت لها الحملات هذه ومازالت متواصلة. حملة أمنية مشتركة أسفرت عن عدة إيقافات وتصدت إلى عدد من المظاهر لتبعث الطمأنينة في صفوف المواطنين. ضمن أخبارنا الرياضية، تغلب النجم الساحلي على قوافي القفصة بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة جمعتهما عشية السبت بالملعب الأولمبي بسوسة لحساب الجولة 10 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وافتتح راقي العواني التسجيل للنجم في الدقيقة 19 قبل أن يدرك نويلا جبريا تعادل للضيوف أواخر الشوط الأول، فيما سجل يوسف العبدلي الهدف الثاني لفريق جوهرة الساحل في الدقيقة 54 ليرفع النجم الساحلي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة الأولى منصفة مع نادي الإفريقي المعفى من خوض هذه الجولة. وضمن المجموعة الثانية، انفرد الاتحاد المنسيري بصدارة الترتيب بعد أن رفع رصيده إلى 19 نقطة بفضل انتصاره العريض على مضيف مستقبل مرسى بثلاثية نظيفة. كما فاز نادي صفاقسي على اتحاد تطاوين بهدف دون مقابل ليلتحق بالترجي الرياضي المنقوص من مبارتين في المرتبة الثانية ب 16 نقطة، في حين تستكمل اليوم الأحد لقاءات الجولة 10 حين ينزل الترجي الرياضي ضيفا على نجم المتلوي في المجموعة الثانية، بينما يلاقي مستقبل سليمان الأولمبي الباجي ويباري الملعب التونسي اتحاد بن قردان ضمن المجموعة الأولى. وفي كرة اليد، عزز الترجي الرياضي التونسي صدارته في ترتيب البطولة الوطنية بعد أن حسم لصالحه مباراة ديربي العاصمة التي جمعته عشية السبت بالنادي الإفريقي بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس لحساب الجولة 11 بنتيجة 20 هدفا مقابل 16، إذ بات رصيد الترجي الرياضي بعد هذا الفوز 33 نقطة بفارق 5 نقاط عن النادي الإفريقي صاحب المركز الثاني ب 28 نقطة. ويمكنكم متابعة نشرتنا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نسخ الرمز الموجود على الشاشة. نشكر متابعتكم وتصبحون على خير.